السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع اختكم حليمة ربة بيت وأفتخر، وفيديو جديد نتمنى يلقاكم بألف خير إن شاء الله يا ربي. اليوم جبتكم معايا لهاد لابيبينيير أغبوريسونس اللي معروفة في لي ريجيون ديال كازابلانكا، وبالضبط في طريق دار بوعزة حدا واد مرزق. الصراحة هاد الفيديو غادي يعجب الناس اللي كيعشقوا النباتات والخضورة والراحة النفسية. غادي نكتشفوا مع بعضياتنا النباتات اللي ممكن نديروها في البيت ديالنا داخل البيت اللي كتعيش في الظل، والنباتات اللي كان ممكن اننا نديروها في الحديقه ديال المنزل ديالنا واخا تكون غير صغيره ماشي مشكل. يلا هو معايا اليوم ان شاء الله غادي نخرجكم من الكوزينه ونخرجوا من هذا ونشموا شويه الطبيعه وشويه النباتات البيتيه. جبتكم من هذا المنبت هذا، تمتعوا معايا عويناتكم وتاخذوا فكره على النباتات اللي كنديروا في الدار. يلا هندخلو نديرو واحد الجولة مع بعضياتنا.